طب يا دكتور مشكلة انا فاضلني للاسف وقت قليل، فعايز اتكلم يعني هل تحب حياتك تتكلم عن المدن الجديده ولا تتكلم عن السياحه ولا على المشروعات الضخمه في البنيه المعلوماتيه؟ حضرتك اختار حاجه منهم واتكلم عنها. ده انت لو نوعت سؤال اختياري اهو يا دكتور. هقول مرورا في دقيقه المشروعات اللي اتعملت. يعني تعرف ان السكه الحديد لوحدها كلفتنا 14 مليار؟ أيه. هل تعلم ان المشروع القومي للاسكان كلف 21 مليار؟ هل تعلم ان العاصمه الاداريه كلفت 17 مليار وخلقت 600 الف فرصه عمل؟ هل تعرف ان قناه السويس كلفت فوق 60 مليار ووظفت اكثر من نص مليون بني ادم؟ هفضل اقول لك هل تعلم ان مشروعات كثيره جدا. انما انت قلت الاول هنركز على جزئيتين، مشروع بنبان وده طبعا الطاقة وكان مهم جدا نتكلم عن دوت. في مشروع كمان انت قلته مهم قوي، كمان مهم قوي الناس تعرف عنه، خلفية جيدة. اه بالظبط، احنا كان عندنا مشكلة، هل منطق ان انا ما عنديش مية وعمال اقول سد النهضة والمشكلة والمية بتاعتي تبقى عندي فوائد وتترمي في البحر المتوسط؟ ما ينفعش. والضغط الكبير على السد العالي كان ممكن يبتدي يأثر على البنية التحتية بتاعته. طيب. فكان فكرة طيبة جدا، طب ما نعمل منفذ جيد يوصل لغاية توشكا وبالصحراء واخزن مياه وازرع كل المنطقة دي. ولما بقول بزرع، لا مش بزرع بس، ده انا بزرع في ارض بور جديدة لسه بقدر اعمل فيها مشروعات زراعيه صديقه للبيئه. أيوة. يعني ايه صديقه للبيئه؟ يعني في من غير كيماويات ومن غير مواد ايه والكلام ده كله. ليه؟ لان ده لما بصدره بره بيبقى تكلفته او الرب بتاعته قد المشروع التقليدي 3 و4 امثال، وبالتالي المشروع ده مشروع بدايه، ده جنب منه مطار عشان يبتدي يصدر للخارج وابتدي بعد كده اقول عمله اجنبيه. وعمله اجنبيه يعني ايه؟ يعني زياده ايرادات البنك المركزي، يعني اقدر البي طموحات الشعب المصري من السلع الغذائيه والسلع الاساسيه، ده نمرة واحد. ثانيًا اقدر اجيب مكن والات ومعدات. ثالثًا اقدر من خلاله اقول انا عندي مشروعات وبالتالي هيجي لي استثمارات، مش استثمارات يعني ايدي عامله جديده، يعني فرص عمل جديده، يعني ضرائب للدوله تحسن مستوى معيشه الفرد، يعني قدره تصديريه اكبر، يعني ارجع تاني اقول عمله اجنبيه اكتر وتعزيز، وبالتالي العجله الاقتصاديه شغاله بشكل كبير جدا. فعشان كده عندك كم كبير جدا من المشروعات القوميه، والاهم في المشروعات القوميه انها ما بقتش على مستوى القاهره زي زمان، لا كل محافظات مصر بتنعم بهذا الخير. واخيرا الصعيد النهارده وامبارح وبكره بنفتتح فيه مشروعات، فده شيء. دكتور شاكر النهارده اختم مع حضرتك بمعلومه اكيد حضرتك عارفها اكتر مني. الدكتور شاكر قال ان استثمارات الكهرباء من 14 ل 21 335 مليار، من ضمنهم 102 مليار في الصعيد بس، وده معناه ان احنا بجد بدانا نهتم باهالينا. ده المشروع بتاع المشروع الطاقه النوويه اللي حضرتك اشرت اليه دوت هيكلف مصر فوق ال 520 مليار. صحيح. بشكرك يا دكتور، شرفتنا، واكيد لينا لقاءات تانية عشان نتكلم بقى عن الاقتصاد في مجالاته بقى المتخصصه، لانه المشروعات القوميه ده بحر كبير ما لحقناش ناخد غير جزء صغير منه. شرفتنا يا فندم، جزيل الشكر للدكتور رشاد عبده المفكر الاقتصادي الكبير رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه.